سلام حبيباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا معايا هاد الفيديو كيف العاده، الى اول مره كتشوفوا القناه ولا الفيديو ديالي ما تنساوش تشتركوا بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد كنزلو. وما تبخلوش عليا باللي لايك والتعليق ديالكم. يوم جيت لكم فيديو جديده، اليوم غنشارك معكم نهاري. اليوم 3 جوغ فيغي، غادي نشاركوا معكم، غنبدا معكم بالفطور. صايبت اليوم واحد الفطور تفركست عليه شويه وقلت منها علاش لا ما نشاركوش معكم، نعطيكم فكره تقدروا تفكروا نتوما احسن مني. مهم انا نعطيكم فكره بسيطه. بالنسبه للفطور، بديت اول حاجه درت اومليت عاديه، ودرت فيها لادان فومي و الفرماج من الفوق، هكا كتجي صراحه لذيذه، وداك لادان فومي كيبن الاومليت. بالنسبه للبريوش، راه شاركت معكم الوصفه ديالو في الفيديو السابق. مهم، حطيت ديك اومليت اللي صيبت، وحطيت كويسات هكا درت فيهم كونفليكس ديال العسل مع الحليب. ودرت واحد جو دورانج ولا عصير ديال البرتقال، وغتشوفوني حطيت واحد الكوكيزه ديال الشوفان في كل طبصيل. الوصفه ديالها راه غادي نشاركها معكم في الاخر ديال لا فيديو، حيت صورتها لكم البارح في الليل. كتجي الصراحه هاد الوصفه رائعه، وهاد الكوكيز كيجي لذيذ لذيذ وصحي، ما فيه سكر، ما فيه حتى شي حاجه. خليكم حتى الاخر ديال لا فيديو باش تكتشفوا الوصفه. وصافي، من بعد ما جمعت الدار بطبيعه الحال، بلا ما نوريكم ديما الجمعيه ديال الدار باش ما نطلع لكم فراسكم. مهم، بقينا غير جالسين. صافي، دير هادي دير هادي. حتى وصلت الوقيته ديال الغداء وخرجنا باش نتغداو على برا. قلنا نغيروا شويه، بعض المرات كطلع لك الماكله ديال الدار في الراس، كتبغي تبدلي شويه. المهم، قلنا نمشيو شي بلاصه زوينه قدام البحر. ريستوران لي ديناصور لي قدام البحر، صراحة منظر واعر واعر بزاف. صراحة كتعجبني هاد القهوة غير بهاد المنظر. المهم، يلاه كومونتينا حتى توصل لا كوموند ديالنا ونصور عليكم. خديت بلا ديال الكحكة. Thank you.
اليوم غنقدم لكم واحد الكوكيز كيجي صحي ورائع ولذيذ، حتى المكونات ديالو جد بسيطه. غنبدا معكم دابا بالمكونات ديال الاولى. عندي هنا جوج ديال البنانات ولا جوج ديال الموزات. عندي هنا هاد الشكلاط اللي تيكون هكا حبيبات ديال الكوكيز، يمكن لكم تعوضوه بالشكلاط شدوه نتوما بوحدكم وتقطعوه. وهنا عندي تقريبا واحد زلافه متوسطه ديال الشوفان اللي هرمشته، يعني ندير لكم بحال هكا شي بان لكم مزيان. درت ليه شويه مطحون وشويه خليته هكا. المهم انا استعملت هاد العلبه ديال الشوفان. وغادي نحتاج ملعقه كبيره ديال العسل، كيمكن لكم تعوضوها بسكر، غير العسل كيبقى صحي اكثر. المهم هنا عندي هاد جوج موزات، اول حاجه غادي ندير لهم هي انني نمعسهم مزيان. من الاحسن انهم يكونوا طيبين شويه باش يعاونوكم انهم دغيا يتمعسوا. من بعد ما كنخدموا البنان بحال هكا كيولي بحال هكا سائل شويه، غادي نضيف ليه هاد الشوفان. وغادي نضيف ليه هاد الحبيبات ديال الشوكولا. وغادي نضيف واحد الملعقه كبيره مملوءه ديال العسل. وغادي نخلط الكل جيدا. من بعد ما كنجمع العجين بحال هكا غادي نبدا نحاول نكور ونشكل بحال هكا كويرات. ونضعهم، انا عندي هنا طاوله اللي فرشت فيها الورق ديال الطبخ. من بعد ما شكلت لي كوكيز بحال هكا خرجوا لي 10 ديال لي كوكيز. غادي ندخلهم للفران اللي مسخن من قبل على 180 درجه، شعل عليه الفوق والتحت. غادي نطيبهم ما بين 10 دقائق حتى 15 دقيقه على حسب الفرن. كتردوا لهم البيض غير يبان لكم تحمروا وصافي كتخرجوهم. بطبيعة الحال الا بغيتوا كميه اكثر كتضاعفوا المكونات. هنا كتسالي لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشجعوني بلا لايك والتعليق ديالكم. اللي مازال ما مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد كنزلو. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم. السلام عليكم.